إذا جدران بوتين السياسية سقطت، شعور دائم بإحاطته بالأعداء دفعه للانعزال وفق المقربين من الرئيس الروسي. في الأخير يخاف السفر بالطائرات، ووجد الملاذ الجسدي والنفسي في القطارات خوفا من التعقب. لكن التكتم لا يعني عدم الراحة، فمستندات عرضتها شبكة CNN كشفت تفاصيل قطار بوتين الخاص وكيفية سفره وسط إجراءات أمنية مشددة ورفاهية. القطار رقم واحد السري كما يسميه الروس يبدو عاديا من الخارج كما أي قطار آخر، فعرباته المدرعة بشدة متخفية عن قصد بطلاء خطوط السكك الحديدية الروسية الاعتيادية، أي باللونين الأحمر والرمادي تكسوه حتى الأوساخ، لكن داخله رفاهية مطلقة. فالصور أظهرت ما يقال إنها صالة ألعاب رياضية خاصة لبوتين من على متن القطار، فالاهتمام بصحة الرئيس يمتد إلى منتجع صحي فاخر يشمل حمام بخار تركي وناد خاص وجناح تجميل. الكرملين من جهته نفى امتلاك بوتين لهذه الرفاهية على متن قطاره. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.